Okay, classifications. Here, classification. Classification is used to classify each database record in one of number of predefined class. اتفقنا classification كمسمى ان انا ببدأ اعمل classify او ببدأ اعمل categorizations لكل record الموجود عندي في الداتابيز. عم ايه يا عم؟ ايه يا عبد الله؟ predefined class بس ياض based on values or other attributes for the records. يبقى خلاص ان انا ببدأ اعمل classifications لكل records الموجود عندي او each record موجود عندي في الداتابيز بناء على predefined class. predefined class دي ان انا هبدأ اكون انا هبدأ اعرفها. يعني مثلا لو يكون مثلا عندي patients وال patients دول ما اكون اقدر اعملهم classifications. ال classification دول هو smoking و not smoking. يبقى based on values of other attributes وبعد كده بناء على شوية attributes ان بناء عليها انا هبدأ اقول المريض ده smoking or smoking. يعني من خلال مثلا سي تحليل معين، من خلال حاجة معينة، من خلال مثلا عندي database customers عايز اشوف مين فيهم اللي يقدر يشتري باي كمبيوتر او نوت باي. عايز اشوف البنك مين ريسكي اور سيفتي لو هو حد هياخد لون معين او كارد معين. يبقى انا ببدأ اعمل classification. هنا لغاية دلوقتي مفيش اي حاجة. classifying الداتا بناء على شوية attribute والclassification دي او الحاجة بنسميها class، والclass دي عبارة عن categorical data. الcategorical data دي شكل حاجة في شكل معرف predefined، اما smoking or smoking، safety risky، male female. يا سلام. طيب the class is one of attribute of database. الclass دي هتعتبر attribute او column. اتفقنا خلاص، حاجة بقى مسلم بيها بقت كل موجودة عندي في الداتابيز لو على مستوى الداتا سيت اللي انا بتكلم عليها. and each record of operation اللي بيه has already been assigned to this class. وكل ريكورد هيبدأ يدخل عندي في الداتابيز او هيكون عندي في الداتا سيت او في الهيستوريكال داتا اللي انا بتكلم عليها هيكون عندها اتريبيوت جديد او كولوم جديد اسمه class، والكلاس ده هيبدأ تأساين له فاليو من اللي انا هختارها من الكاتيجوري. والله كلام جميل، يعني فعلا كلام والدنيا سهلة اهي. طيب A classification is normally used with label datasets. اتفقنا من ديول تقريبا 7 أو 6 مش فاكر متذكر، كنا خدنا حاجة اسمها labeled unlabeled. كنا بنحط الداتا اللي هي واخدة class اسمها labeled واللي هي حاجة اسمها unknown أو حاجة اسمها labeled. فتعال نقول إن classification برضو ساعات بيسموها أو بتستخدم مع حاجة اسمها label dataset، وال label dataset هي الحاجة اللي معمول لها برضو classify أو محطوط لها attribute اسمه class. A classification can be used for predictions to classify a new case not yet assigned to class but other attributes available. وهنا مربط الفرس زي ما بيقولوا ان classification مش بس هتبدا تعمل classification للhistorical data او للhistorical data set اللي موجود عندي، لا ده هتبدا تعمل prediction، تتنبأ من الحاجه الجديده بالكيس الجديده هتبدا تدخل عندي في الداتا set بتاعتي. والهنا هنبدأ من خلاله هنبدأ نعمل حاجة اسمها موديل، والموديل ده هو اللي هيبدأ يعمل classification للداتا based on input أو based on attribute أو based on variable اللي تبدأ تدخل عندي. each record أو example أو sample أو row in operational DB belongs to predefined class. كل record بعد كده هيكون ينتمي لـ class معين. و each example أو each record هيتكون من ايه؟ single class attribute. عنده single class اللي من خلالها عايز اعرف التارجت بتاعتي هقدر اديله لون ولا مش هقدر اديله accept ولا reject، بلس الكولوم اللي العادية. يبقى هي خلاص هي شوية كولوم مع كولوم دي اسمه ايه؟ class. ودي من الخلاصة عامة يعني مسهولة كده؟ ايوه على مسؤوليتي. طيب the aim to predict the target of class of example. الهدف من classifications ان انا اعمل بريديكيت للتارجت كلاس للاكزامبل ده، ان بعد كده هيكون عندي كيس اولد كيس او نيو كيس. الهدف ان بتاعها ان انا بريديكيت بقى الكلاس ليه بتاعها، مش انا كيوزرز، ده انا كالجوريزم هبدا اعلم نفسي حاجه هنبدا نتكلم فيها تريننج يور سيلف او تريننج ماي سيلف عشان في الاخر اقدر بريديكيت الكلاسيفيكيشنز اللي بناء عليها ابدا اخد ديسيجنز. كلام جميل فعلا. existing or new given at predicate attribute value. يبقى احنا اتفقنا ان الـ existing او new هيبدا ياخد attribute value او ابدا اتنبأ له بالفاليو اللي خاصه بيه عندي.
يبقى خلاص كلاسيفيكيشن، اتفقنا انا عندي داتا سيت كلاسيفيكيشن دي عايز ليها اعمل ده، اعمل ليها كلاسيفيكيشنز. ساعات بيقولوا على الكلاسيفيكيشن دي حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج، ايا كان كلاسيفيكيشن سوبرفايزد ليرنينج لو سمعتوها، او حاجه اسمها ليبل داتا سيت، كلها مسمى واحد. ان انا ببدا هعمل حاجه اسمها ايه موديل، يبقى الفايده الاكبر من عمليه الكلاسيفيكيشنز هي مش عمليه الكلاسيفاي، هي عمليه ان انا بيلد موديل. الموديل ده من فايدته يعمل كلاسيفاينج الاكزامبل اللي كده هتدخل عندي فين، في الداتابيز او في الداتا سيت بتاعتي. فدي هي الكلاسيفيكيشن اكزامبل، عندي سيت اوف اتريبيوتس، وفي الاخر عندي حاجه اسمها ايه الكلاس. يبقى لو اتريبيوت عاديه جدا خالص فاحنا بندي عباره عن سيت اوف فيتشر او سيت اوف اتريبيوت مالوش دعوه، لو اترقيت شويه فانا معناها كده ضفت لها كلاس، فدي حاجه اسمها كلاسيفايد اكزامبل كلاسيفايد ريكورد. الكلاسيفايد كلاس دي دايما او ابدا ممكن فاكرين وانتوا فاكرين الحاجات اللي كاتيجوريكال او كونتينوس اللي هي كانت نومينال او نيوميريكال ممكن تكون في الكلاس بتاعتنا دي. اوكي ترين اند تيست سامبل. الهدف الاكبر والاسمى من عمليه الكلاسيفيكيشنز ان اصلا الالجوريزم ده يبدا من نفسه ويبدا يحصل له عمليه ترين، ومن عمليه ترين هو اللي يبدا ياخد ديسيشنز، وما يبدا ياخد ديسيشن انا بناء عليها اقدر ان انا اخد كمان ديسيشن ابروف او نوت ابروف او اكسبت او نكسر. يبقى عندنا مصطلحين هنبدا نتكلم عليهم، حاجه اسمها ترين داتا، والترين داتا هي عباره عن هي اللي كلاسيفيكيشن از يوز تو بيلد موديل. يبقى الترين داتا يبقى هي فايدتها الاكبر هي تبيلد الموديل، الموديل ده اللي هو فايدته عامه هو بيسموه حاجه اسمها موديل كلاسيفايرز، هو اللي من خلاله هيبدا يعمل ايه كلاسيفيكيشن للريكوردز اللي موجوده عندي في الداتا بتاعتي. طيب التست داتا ودي عباره عن حاجه اسمها بيسموها انون كلاس. انون كلاس بمعنى ايه؟ هنا بعمل حاجه بتاكد منها بفاليديشنز، هي ممكن ما تكونش مهمه بالنسبه لي بس انا مهم بيها هستخدمها علشان هدف اسمى واكبر هي عمليه ايفالويت. اذا كان الترين داتا هي العباره عن الكلاسز اللي هي الحاجه اللي هنسميها سلايك كلاسيفيكيشنز، اما التست داتا فانا بستخدمها علشان اقدر ان انا ايفالويت الحاجه اللي كانت في الترين داتا صح ولا غلط. If the model is for predictive use is to apply to new data example was a known class. هو بيقول لي الموديل الهدف منه ان هو بريديكت، يعني استخدمه في عمليه البريديكيشن التنبؤ، وهيبدا يطبق على مين؟ على النيو داتا اللي هي ببساطه شديده جدا الداتا اللي هي عليها انون كلاس، لسه انا ما اعرفش عنها كلاس، لسه هي اصلا داخله جديد وانا عايز ابدا اعمل ليها ايه الكلاس بتاعها. اوكي عشان حاجه ما في دي ما اكبرش نشوفكم في الفيديو.